خليك النهارده تعملي البسبوسه باسهل طريقه. يلا بينا. بصي، اول حاجه هننزل مقادير يا جمل. هنحط على النار حليب، واروح نازله عليه بسمنه. هي دي كده شفنونه الصينيه صغيره ولا كبيره؟ لا دي كبيره. حليب قد ايه بقى، كوبايتين مثلا؟ هتنزل مقاديرنا اهي على الشاشه. كيلو سميد، والسميد ده اللي هو الدقيق بتاع البسبوسه دي، السمولين. تمام. الكيلو دوت هياخد عليه ربع كيلو سمنه، ربع كيلو من السمن. تمام. يتدوب كده مع الحليب. الحليب بتاعنا عباره عن ايه يا رغده؟ كوبايتين سكر ومعاهم ايه؟ حليب، ربع لتر حليب. اهو المقادير على الشاشه. ايوه. بدوب ايه بقى؟ بدوب السمن مع السكر مع الحليب. اوكي. واخليه يبقى دافي. دافي اللي هو ايه؟ دمعه العين، ما يبقاش يغلي. يعني اوطي النار شويه. ايوه. تمام. وانا عشان كده سخنت الحله، علشان اول ما ينزل يروح ايه؟ يسخن معايا على الدفى بتاعها. ايوه. السمنه اهي ساحت مع السكر ومع الحليب كده، الخليط بتاعي جاهز وتمام وزي الفل. فاروح جايبه بوله بقى كبيره، البسي كلافز في ايديكي. يلا. ال 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 الوصفتين اللي علمتهم لك النهارده هتروحي البيت اكيد، مش النهارده يعني. انا هروح انام، مش هتصحيني بدري قوي النهارده. اكيد بكره او العصر بقى ممكن وقت اعملهم. ما تعمليهم اعمليهم او تتفرجي على الحلقه تاني وتمشي بنفس الخطوات اللي عملناها، وتعمليهم وتصوريهم وتبعتيهم لي. ماشي. بصي بقى، على ما السكر بتاعنا يدوب مع الحليب والسمنه، بنحط ايه؟ بنحط كيلو سميد، ده الدقيق بتاع البسبوسه. تمام. ويفضل هو طبعا في اكياس كتير كويسه، بس في اكياس بيبقى عليها مكونات، بلاش اللي هي الاكياس اللي عليها مكونات. عايزاه الساده خالص. الساده خالص معلوش اي حاجه بالشكل ده. واروح احط عليه جوز الهند. تحب جوز الهند؟ بص انا بسال ايه، انا بحط عشان ايه؟ ايوه بحب جوز الهند قوي. بننزل عليه جوز الهند كده. تمام. ونروح منزلين عليه معلقتين من السيرب بتاع البسبوسه او الشربات اللي هو بتاع البسبوسه. تمام. طيب لو ما عندناش الشربات دوت، ممكن نحط معلقتين عسل نحل. اوكي. ممكن نحط معلقتين عسل كلوكوز، بس انت ايه عشان لسه في بدايه المطبخ مش هعرف قوي يعني اظبط الدنيا دي. بعد ما حطينا ده كله كده، نروح واخدين الخليط ده وهو دافي. واهم حاجه في البسبوسه انك ما تعجنيش. مش كده، هي مش كيكايه بدقيق. اخلطها بس ببعض. بصي كده بتراتيف. بصي كده يعني بنعومه فوق ما تتخيل. اوكي. ندوب السكر كده مع الحليب والسمنه. البسبوسه على مفرد البسبوسه بتاعتنا، عايزاكي تفكري في اكلات عشان او حاجات عشان ما بعملهاش فدايما بتخيل ان هي لا سهله.